بايزيد وصل لنهاية محتومة، وبعد ما تأكدنا إنه والدته لساتها عايشة، فأخي أكيد هالمرة ما رح يسامحه، رح يعدمه. قاسم هيك عم بيقول يا أمي. بايزيد غلط غلط مانو مقبول، يعني ايه كذب علينا وتورط مع امه بالمؤامرات تبعها، بس مع هيك هو بيضل اخونا يا امي. حتى اذا بيغلط، قد ما غلط لازم نسامحه. بايزيد غلط ولازم يدفع ثمن اغلاطه بالنهايه، وأنا ما بقدر إني أمنع حصول هالشي. لا بتقدري يا أمي، أنا وإخواتي لساتنا عايشين بفضل قوتك وحمايتك لإلنا أصلا. مو بالماضي قتل الإخوة أنت عارضتيه، وهلأ إذا ما حميتيه لبيازيد، يعني دوره لقاسم جاي، وبعده أنا. أنت بدك هالشي يصير؟ الله لا يقدر. أقرب الناس لإلي هنن اللي بيخونوني، مع أنهم أكتر الناس اللي بوثق فيها. المشكلة بالعدو يلي متخبي ورا قناع الإخلاص. أنا متأكد أنه السلطان مراد أصدر حكم بإعدامك، لهيك قبل فوات الأوان ضروري الليلة تطلع من القصر وبدون تأخير. سمو الأمير، سنان باشا بعتني لهون لحتى طالعك من القصر. وكيف بدنا نطلع؟ في باب خارجي من المطبخ ما عليه حراسة، نحن رح نطلع منه. أصلاً الكل مشغول بالاحتفال وما حدا رح ينتبه، وعلى الباب الخارجي رح تلاقي آغا تاني ناطرك، رح يطالعك من القصر عالمينا دغري. السفينة ناطرتك هنيك، بس لازم نستعجل قد ما فينا، ما في وقت، نحن لازم نمشي. الأخبار مو منيحة أبداً. السلطان مراد كان شاكك واكتشف الفخ، وأعدم فرحات آغا ورجاله كمان. ما حدا بيعرف يساوي شي، كله فاشلي. بس السلطان ما عرف إنه أميري هو اللي أعطى الأمر، مو هيك؟ لأنه لو عرف مستحيل يخليه عايش. ما فيني أتأكد وماني متطمن لهالموضوع. باختصار حياة أميرنا مهددة بأي لحظة. يا ربي يا رب يا ربي، دخيلك تحمي وتحفظه. سنان، كرمالي طالعه من القصر، ابوس ايدك. انقذه من هنيك اذا بيضل بيعدمه. رح انقذه يا سلطانة، انا رتبت لكل شيء. اليوم بالليل رح نترك العاصمة ونلجأ لعند شاه الفرس، وحكيت بهالموضوع مع اميرنا. كتير منيح، واكيد وافق. ما هيك مجبور يقبل، لانه ما عنده خيار غيره. بتحفظ. سنان، أميري ما أجا لهلأ، بركي ما قادر يطلع من القصر. أنت كوني مطمنة يا سلطانة، الأغوات رح يجيبوه لهون بخير وسلامة. ليكن أجو.
وين سمو الأمير؟ وين بيزيد؟ يعقوب؟ وين سمو الأمير؟ ليش ما إجا معك؟ أنا ما بعرف يا باشا، الأغا رح يقول لك. سلطانة، أنا كتير حاولت معه بس هو ما رضي وطلب مني أعطيكي هالرسالة. كمال كيتش آغا، كدنا أن نمسك بالسلطانة جول بهار، لكنها هربت بفضل أتباعها من جماعة فرسان الهيكل، وقبل أن تهرب قالت لي إن ابن السلطان لن يعود من الحرب. إن كان هذا الكلام صحيحا فهذا يعني أن الأمير بايزيد سيسير بالجيش نحو العاصمة. لا تسمح لهذا الخائن أن يفعل ذلك، وإن حدث وتوفي ابن السلطان فالعرش ليس من حق بايزيد الخائن، بل هو من حق سمو الأمير قاسم. مولاي شوفي طمني. السلطانة كل بهار مو ميتة؟ السلطانة الأم ناطرتني موت يا مصطفى، حتى إن لقيت البديل عني فورا. مولاي، تواصل السلطانة الأم مع كمال كيتش بهالطريقة ما نشي مريح أبدا. حضرتك طالبتيني. أخوك السلطان أصدر قراره بحقه. عرفت من لما جبت المكتوب، كنت متوقع هالشي. وأصدر بحقي حكم الإعدام. بده يعني موت هون. معناها أنا بإيدي جبت حكم أعدامي. أنا عملت كل شي بقدر عليه وربيتك كواحد من أولادي، ورب العالمين وحده بيعرف إني ما فرقتك عنهم، بس أنت غلطت وذنبك كبير. معقول تحاول تغتال أخوك السلطان؟ ما توقعتك توصل لهالدرجة. أمك عملتك عدو لإلنا وخلتك توافق
إنه تلطخ إيديك بدم أخوك مراد مقابل تستولي على عرشه، وهذا الشيء ما بينغفر بنوب. لو كان واقف بمكاني واحد من أولادك، قاسم أو إبراهيم، وكان أخي حكمهم بالإعدام، كنت بترضي بهالشي؟ بعيد الشر عنهم، إن شاء الله ما بيصير عليهم شي وما بيتأسوا. بس بالأخير أنا وإنتي منعرف منيح إنه كلنا رح نعيش نفس هالنهاية. قبل ما أموت عندي طلب واحد، والدتي ما تقتلوها. أصلاً بعد ما أموت ما بيبقى لها شي، اعتبري انتهت. وإذا سمحتي لا تعيش، كون ممنونك. شو في كمال كيتش؟ الجلادين اجوا لياخدوا اخي بيزيد، ما هيك؟ سمو الامير، لو سمحتوا ارجعوا على غرفكم. ما رح ارجع على غرفتي، افتح لي الباب. كمال قل لهم يفتحوا الباب احسن لك. انا لازم فوت شوف اخي. سمو الامير. خلص ابراهيم اهدى. هي اوامر مولانا ونحن مو طالع بايدنا شيء. بعد هيك، بعد من وشي. ابراهيم خلص، حكم مولانا السلطان صدر وانتهى الموضوع. سلطانة كرمال الله يا أمي، اعملي شيء، ابوس ايدك. لا تخليهم يعذبوا يا زيد، الله يوفقك. اسمعني، الله يوفقك، لا تخليهم يعذبوا يا ابراهيم. ما طالع بايدنا كرمالي، ابن عيوني يا أمي. ما تعمل هيك، اعملي اي شيء يا أمي، اعملي اي شيء يوفقيهم. ابراهيم طول بالك ايدك. خلاص ابراهيم، كرمال الله يا أمي، ابوس ايدك، لا تخليهم يعذبوا. لك دخيلكم، لا تعذبوا امي يا زيد، دخيلكم يا زيد. عاش بهاي الدولة عدد كبير من أمراء آل عثمان، وكتير منهم كان اسمهم بيازيد، وكل واحد فيهم كان إله حكاية. بتذكر قصة حكالي إياها أستاذي زمان عن أمير اسمه بيازيد، انجبر إنه يهرب على بلاد الفرس، وانحبس وساوموا عليه، حتى اضطر انه يسلم حاله مع اولاده للدوله العثمانيه، ووقتها اعتبروا خاين للدوله. هي حكايه الامير بيزيد ابن السلطان سليمان. بدي اياكي تعرفي يا امي انه انا ما رح اهرب على بلاد الفرس،
حتى ما واجه نفس المصير. أنا رضيان بحكم السلطان مراد، أنا بفضل أني موت بقصري على أني أعيش بأرض الأعداء. بعرف أنه أنت بدك ياني ضل عايش، وبدك ياني حارب وحقق انتصارات، بس أنا يا أمي خلقت بزمن ظالم كتير، وهذا الزمن مو بس ظلمني أنا وظلمك أنت كمان. الظاهر أنه هذا هو قدرنا يا أمي، ولازم نرضى فيه، لأنه ما عنا القوة للمواجهة، ولأني ما بقدر كون ظالم مثل السلطان مراد، لهيك رح أنهي حياتي بهاي الطريقة. بيزيد، بيزيد تعال لهون. ما رح تقدر تمسكني. بيزيد، هذا السيف صار لإلي يا بيزيد. بيزيد قوم خلينا نلعب. قوم بيزيد، قوم بيزيد، خلص قوم رح لعبك معي. بيزيد ضحكت عليك، شفت شلون خليتك تخاف؟ اوعك تعيدها معي وإلا ما بقى ألعب معك أبدا. ممنوع تفوتي يا خانو. قولي هيك بدي اشوفه لابني. ممنوع تفوتي. بايزيد، انا السلطانة جلبهار، قبر السلطانة قسم، خلوها تترك ابني. قولي لقسم ما تقتله، خليها تقتلني وما تاخد روح ابني. اتركوه بعدو عنو بايزيد. Saray çürüyüp yıkılır.
يرحمه يا جول بهار. وام تعزيني كمان بدل ما تخجلي من عملتكن. لا تمثلي دور الحزينة قدامي. زعلك مزيف مثلك. ليش قتلتوه؟ لك انت ما عندك لا قلب ولا حتى احساس. سلطانة
ما فيك تلوميني إلي، حطي هالخنجر بقلبك لأنه أنت اللي حررتي، أنت اللي كنتي السبب بموت ابنك، بس هو طلب مني إني سامحك، ومع أنه هالشي مو طالع من قلبي بس وافقت. لهيك حتقضي بقية حياتك بالسجن. فكرة حالك انتصرتي مو هيك؟ مزبوط مزبوط انتصرتي، بس اياك تفكري انه انتصارك القذر رح يوفر لك شي من السعادة. مو بس ابني رح يدخل على القبر اللي حفرتي، ومراد رح يموت، وقاسم وابراهيم كمان، وكل الامراء اللي عايشين بهذا القصر، وهذا اللي بدك توصلي له انك تتخلصي منهم كله. اصلا انت لحتى يرجع لك حكم السلطنة مستعدة تقتلي ولادك وأحفادك حتى.